الخير مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه. جاتكم اليوم الشفنينة في وصفه خفيفه، هي ونقولوا سلطه فواكه، بصح على طريقه جديده بالكريم شونتيي وبزاف بنينه، جربوها ما راحش تندموا. واش عندنا في الوصفه؟ هي تجي كي التحليه. عندنا فواكه مقطعين، شوفوا انا قطعتهم قبل وخليتهم يريحوا، علاش؟ لخاطر درت لهم سيرو تاع ميدا، تخليهم اوموا نص ساعه باش يشرب هذاك السيرو الفواكه، والفواكه لداخل يشربوا هذيك البنات على السيرو، يجوا بزاف بنان. واش عندنا؟ عندنا لهنا حبه كبيره تاع بنان، عندنا زوج حبات تفاح صغار، وعندنا واحد 12 حبه حتى 13 حبه تاع فراز. نقطعوهم دي كاغي صغار وندير لهم السيرو ونخلوهم. واش عندي هنايا؟ هاد لا كريم شونتيي راكو تشوفوا فيها هكا لا كولور ورديه الغوص. علاش درت لها؟ طلعت الكاس تاع الحليب، انايا درت نص حليب ونص سيرو تاع الرمان باش يعطيني بنه بنينه في هاد لا كريم تاعي. كي طلعت مع لا شونتيي مليح، شوفوا حطيتها تجيه. واش عندي هنا؟ عندي لافيتين، كيلة تاع لافيتين. عندي هنا فو بيستاش للتزيين، اختياري تحبوا ديروه، تحبوا ما ديروهش كيما حبيتو. عندي كاوكاو ملحي محمص مليح حمر وملحي. عندي فراولة للتزيين. نجيبو لافيتين تاعنا، نديرو لها هاد الكاوكاو، نجيبو السيرو تاعنا تاع الرمان تاع ميدا بزاف بنين، نخلطو. دوك نديروهم في ليفيرين ونزينوهم كيف كيف. دوك نتوما تقولوا بلي هاد الفواكه راح ندير طبقات، لا لا، راح ندير الفواكه في وسط لا كريم شونتيي. كي تبرد مليح تجي شغل كيما كيما لي غلاس، كيما المثلجات. تقدروا مام ديروها في ليمول تاع السيليكون، بعد ما ديروها في ليمول تاع السيليكون يكونوا جمدوا مليح، تعاودوا تنحوهم وديروهم في شوكولا وتحطوهم تاني، يجوا بزاف بنان. هنا لمينا هاديك لافيتين، جربوا ما تندموش، بنينه، شهيتكم في الجنه. وتقدروا ديروها غير بالفراز، الفراز هي رخيصه وقتها، نقدروا نخدموها غير بلا فراز. شوفوا نخلطوا، انا نحيت منها شويه، درتها في لابوش باش نزينها من الفوق باش تجيني شابه. التزيين اختياري، التزيين كيما حبيتو نتوما زينوها. شوفوا شوفوا دراري صغار اللي ما يحبوش ياكلوا الفاكهه، هذه هي الطريقه الوحيده اللي تلعبوها لهم بها، باسكو كاين دراري دوكا ما يحبوش الفواكه كامل. ما قيتو بزاف ملاح، تقدروا هكا ديروها، ديروهم في كونجيلاتور تجمد في المول تاع السيليكون. شوفوا طريقه اسهل ما كاش منها، نبدا نوجد معاكم. انا حبيت ندير في هاد لي فيغين، وتانيك جبت هاد المول تاعي، هاد الفيغين ماشي مول، هاد الفيغين تاعي اللي بالغلاق فيه ديكور شباب.
انا نبدا به هو الاول. شوفوا البنة تاع هذاك الفايتين يجي بزاف شباب معاه. نحكموا الفاكهة هذيك نحطوها، نبدلو. كاين بزاف انواع تاع لي سالاد فروي ماشي غير. يجوكم ضياف يجوكم تقدروا ديروها وتخلوها بزاف بنينه. المهم التزيين تاعها يكون سامبل، ما حاش نزينوها بحاجه زعما. شوفوا انا نمسح لو بلون دو طرافاي تاعي. كاين تاني نعطيلكم وصفه خفيفه تاني تاع السلطه تاع الفواكه، ديروها بالياغورت والجو تاع هذا بالسيرو تاع الرمان تاني تجي بزاف بنينه. شوفوا شحال تجي هايله وبعتولنا في الصفحه تاع الفيسبوك والانستغرام تاع الوطنيه تيفي. نشكر كل من التعليقات الملاح اللي كتبعتوهم، ونوجه تحيه كبيره للمتابعين تاعي اليوم يبعثوا لي على الصفحه تاعي الخاصه. نقول لهم شكرا، شوفوا حاجه خفيفه قلت لكم ديروا هديه تحكموها، ديروها في ليمول تاع سيليكون عاودوا خرجوها وديروا ذوبوا الشوكولا اوباماغي وحطوا هدوما في حاجه وين نحطو حاجه اللي تقطر منها من باش الشوكولا هذيك تسيح من تحت. فهذوك شبابيك تاع الحلويات تحطهم حطوهم وطلوهم كامل من الفوق بالشوكولا وتجي بزاف بنينه. ولا حبيتو ديروا الشوكولا في المول تاع السيليكون ومن بعد كي تجمد في المجمد عمروها بهاد لافارس، دخلوها في كونجيلاتور عاودوا خرجوها وتجيكم شكل راقي وبزاف بنين. ريحتها راهي تشهي، تشهيتكم في الجنه يا ليكيب تكنيك. شوفوا ماشي لازم ربة البيت هي اللي ديرها، ولا معنتها اي واحد يقدر يديرها، تعطيها لولادكم ولا تجون في هادو ولا ويديروها معاكم. وانا فاش نحبها شوفوا ما فيهاش مقادير بزاف، فيها زوج حبات تاع تفاح وشويه تاع لافريز ماشي مام با شويه، وفيها تانيك حبه بانان وتقطع شغل العائله كامل تاكل. تعجبني كي دير كميه كبيره، قلت لكم
نقدروا نديروا هكا الفواكه كما كنا دايرين بالسيرو، نزيدوا لهم ياوخت اللي يكون فرويتي زوج بايط، ونزيدوا لهم كاس تاع ماء زهر، ونخلطوهم مليح مع السكر شويه، ونكملوهم بشويه عصير تاع الرمان، عصير الرمان. معناتها نديرو فنجان صغير تاع سيرو وعصير الرمان، يجي واحد البنه تجي بزاف بنينه هذيك سلطه دو فروي. شوفوا نزينوها مع بعض. شفتوا بالخف توجد، والتزيين اختياري. انا حبيت ندير اون بول هكا سامبل برك، باسكو راح ندير لها البيستاش فلوتور، ما حبيتش ندير لها دوي. باش نوريلكم نسهل عليكم طرق. انا نروح نزينهم ونوريهم لكم في طبق التقديم. عدنا مشاهدينا الكرام، وعاودت وليت لكم بعد ما انا حطيتهم في طبق التقديم. شوفوا كيفاش خرجوا دي فيغين توعي، خرجوا شابين، انا عجبوني. يا درا نتوما تقولوها لي في الكومونتير هديه واللي عجبوكم، وبنينه بزاف وجربوها ما راحش تندموا. سلطه فواكه بارده بذوق جديد وبنين، ونبدلوا الاذواق. دائما انا نقول لكم قد ما تبدلوا الاذواق تجي بزاف بنينه. ما عليا غير نقول لكم دمتم سالمين، وان شاء الله نتلاقاو في الخير غدا ان شاء الله.